السلام عليكم، معكم هدى هدين من مواليد مدينة العيون. قريت الابتدائي ديالي والإعدادي والثانوي في مدينة العيون في مدرسة النداء التربوي. حصلت على بكالوريا شعبة علوم فيزيائية. من بعد مشيت لمدينة الدار البيضاء، قريت في الجامعة الدولية للدار البيضاء تخصص ترويض طبي وعلاج فيزيائي. من بعد خديت دبلوم في لاميتين شينواز، طب سيني بما فيه الحجامة الطبية بجميع أنواعها، الأكيبونكتور اللي هو الوخز بالإبر الصينية، والموكسا اللي هو الكي الصيني، وتقنية السجوك. من بعد اشتغلت في عدة مراكز في مدينة الدار البيضاء ومدينة برشيد. ومن بعد ما خديت تجارب كافية رجعت للمدينة ديالي، مسقط الرأس ديالي اللي هي مدينة العيون، وفتحت مركز ديال الترويض، مركز هدي للترويض الطبي. اختاريت مهنة الترويض الطبي عن شغف، بحيث فاش كنت صغيرة كنت ديما كنشوف الأب ديالي كيعاني من مشاكل ديال ألم الظهر وألم المفاصل، وفقلت علاش لا ما نوليش معالجة طبية باش 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 نقدر نعالجه. والحمد لله هذاك الشيء اللي كان. وإلى جانب المرض ديال الأب ديالي، فاختاريت هاد المهنة باش نقدر نعاون الناس باش يتخلصوا من الألم والمشاكل الصحية ديالهم، بحيث أن مهنة الترويض الطبي هي مهنة شريفة وفيها الأجر كبير طبعا للناس اللي كيخدموا بالنية ديالهم وكيخدموا بالضمير ديالهم. وايضا مدينة العيون تفتقر الى مثل هذه المجالات بحال المراكز ديال الترويض والى ما ذلك. صراحة اختاريت هذه المهنة ديال الترويض الطبي عن شغف وعن حب، حيت كيعجبني نعاون الناس بزاف. من صغري وانا كيعجبني نعاون الناس وندير الاجر. فبمناسبة عيد المرأة، اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، كنوجه تحية للنساء المغربيات ونساء العالم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.